بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك بأنهم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. أو الذي أصبح سيئاً في هذا العصر الصغير، موضوع إيه؟ موضوع العيش، موضوع السيارات، بمعنى في بعض الناس ممكن يكون في الوضع الاقتصادي اللي فيه دول بينزلهم إيه؟ وعيش كويس، فأصبح ما عرفش إيه؟ ولد أو قريب عشان ما عرفش موضوع إيه؟ موضوع العيش، وهم عشان يعرفوا قد إيه؟ كل واحد فيهم ولا كل واحد فيهم إيه؟ صح كده؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Then